بغيت اخوتي المغاربه نطرح عليكم واحد السؤال. شنو هذا اللي هز في يدي؟ ساروت ديال الطوموبيل ديال هاد الطوموبيل هادي. ما يمكنش هاد الطوموبيل هادي ديماري بساروت واحد اخر، خص الساروت ديالها. وحتى واخا يكون الساروت ديالها خص يكون واحد السبب. اليد ديالي كتهز هاد الساروت وكديرها هنايا وكندور وكنديماري الطوموبيل. انا اللي ديماري الطوموبيل وبالساروت ديالها. خصكم تفهموا المعنى والمغزى والمقصود من الكلام ديالي يا خوتي المغاربه. الخبر الغير مفرح واللي سمعته مؤخرا بخصوص ميلودا مسكينه، ميلودا غيني يطلعها مسكينه، سمعت بانها وصلت لواحد الحاله كارثيه، ربما كتمشي عند شي طبيب نفسي وكتناول ادويه. فهاد اللحظه هادي يا ميلودا، وكنوجه لك هاد الرساله هادي، وكنتمنى رسالتي توصلك من هاد العبد الضعيف. خصك تكوني امراه حديديه في هاد اللحظه هادي وقويه، حيت ربي كيمتحنك دابا. علاش خصك تكوني قويه؟ حيت ما عندكش غير اكرم بوحدو، عندك ادم وخو الاخر جوج ديال الاولاد. خصك تكوني قويه حيت ولادك الاخرين كيساينوك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيدايرين اخوتي بخير؟ كنتمنى كل شيء يكون بخير وعلى ما يرام. مازال ملف الطفل اكرم مسكين المختفي لمده فوق 24 يوم غامض لم يحل بعد. الطفل اكرم الذي يبلغ من السن سنتان ونصف، عامين ونصف مسكين، واللي القلب ديال الوالدين ديالو مساكن تحرق تحرق عليه، لان الدري مازال صغير، فقدوا الفلده ديال الكبد ديالهم في سن عامين ونص مسكين، مازال محتاج الاحضان ديال الوالدين ديالو. الطفل اكرم ما بقاتش عندهم لذه الحياه اخوتي المغاربه، اللذه ديال الحياه ما بقاتش عند الوالدين ديال اكرم. لذا كنطلب منكم وديما كنلح ونطلب منكم باش تهزوا يديكم للعلي القدير وتدعيوا الطفل اكرم شي دعوه ديال الخير باش يردوا الله سالم غانم الوالدين ديالو في اقرب الاجل ان شاء الله الرحمن الرحيم، لان الدعوه ديال الجميع مقبوله عند الله سبحانه وتعالى. لكي لا اطيل عليكم اخوتي المغاربه، جبت لكم حقائق حصريه جديده بعد البحث المتعمق اللي كندير بخصوص هذا الملف هذا الشائك. راني تابع الملف ديال طفل اكرم المختفي مسكين حتى يرجع الاحضان ديال الوالدين ديالو سالم غانم ان شاء الله الرحمن الرحيم. جبت لكم اخوتي المغاربه حقائق جديده، فابقى معايا ما تمشي فاين الا بغيتي تنور في هذه الحلقه هذه بخصوص مسير طفل اكرم المختفي لمده فوق 24 يوم. اول حاجه واللي ما رديتو لهاش البال اخوتي المغاربه واللي خصنا نبداو بها، خصنا نمشيو دقه دقه باش نحلوا هذا الملف هذا الشائك، هذا اللغز هذا المحير. اي واحد كما بغى يكون، منين كتجي عنده بنتو صغيره كتطلب منه الفلوس بالخيالي يا فوق 4 ديال المليون. السلام عليكم ابا، شنو بنتي؟ بغيت 4 ديال المليون، ما كايناش عنده تما في الصندوق. وما عنديش، سلفها من امانه، غنمشيو لامانه وسلف واعطيني 4 ديال المليون. واخا يلا حتى لغدا ان شاء الله فيقيني في الصباح مع 10 ديال الصباح بنتي، غادي نمشيو انا وياك الامانه نجبد لك 4 ديال المليون. جبد لك ديك الامانه ونغرق راسي، وانت سيري بحالاتك، ما عرفتك فين مشيتي، وانا نبقى غارق في الكريديات وما عندي حتى منين نخلصهم. غدا في الصباح فيقينا بنتي في 10 ديال الصباح. واش هذا الشيء هذا كيديروه الناس اللي بعقلهم؟ كيف يعقل ان واحد السيد ولا واحد المراه كتجي عندها البنت ديالها وكتطلب منها الفلوس مبلغ خيالي، ما كتقول لها شنو غديري به؟ فين غتمشي به؟ كتقول لها واخا غنعطيها لك، كتعطيها الفلوس صافي، غير كتعطيهم لها وكتمشي بحالها، ما كتقول لها شنو غديري بهذا المبلغ بنتي وفين غادي تمشي وكذا. خصها تعرف المصير ديال ديك الفلوس ديالها، حيت راه 4 المليون هذه والبنت مازال صغيره. حنا المغاربه معروفين بالنباهه وكنردوا البال بزاف، وخصوصا فاش كيتعلق الامر بالفلوس وفلوس كثيره. مغربي ملي كيجي عنده ولده كيطلب له غير 20 درهم كيقول له اش غدير بها ولدي؟ اشنو غدير بها؟ تشري المسكه ولا غتشري الكاطو ولدي ولا تمشي للمحلبه ولا شنو غدير ولدي ب 20 درهم؟ انا كنعطيك ديما غير 5 درهم، هاد النهار هذا طلبتي لي 20 درهم، فين غتمشي؟ ومعامن لا ابا راه حكا غنمشيو للسينما، درت مع واحد شكون؟ ولد عبد العالي، شكون عبد العالي؟ ما كنعرفوش ولدي. و20 درهم شنو غدير ولدي ب 20 درهم؟ كيدير له لونكيت على 20 درهم وبالاحرى 4 ديال المليون. حنا المغاربه غالبه علينا العاطفه بزاف، عاطفيين اكثر من اللزوم. فاش كنبغيو نحلوا اي مشكل كما بغى يكون كنبغيو نحلوه بطريقه عاطفيه، داكشي باش ما كنتوصلوش للجواب، ما كنتوصلوش للحقيقه الملموسه. علاش قلت لكم هذه الهضره اخوتي المغاربه؟ واش تعقلوا على الجريمه البشعه اللي وقعت في مارتيل واللي ارتكبتها راضيه المرضيه؟ انا سميتها المرضيه، راضيه المرضيه، اللي فنات الراجل ديالها والولد ديالها الفلاده ديال الكبد ديالها وبدون رحمه على الطمع على الفلوس. شكون اللي تستر عليها؟ خوها. خوها كان في خبارو ديك الجريمه وما بغاش يبلغ، علاش؟ حيت هي طمعات وتعطيه شي فلوس، كان بيناتهم افير بجوج بيهم، ولكن صبر عليها ملي ما عطاتوش الفلوس هو اللي مشى بلغ بها البوليس، وهي مشات عند مختفون قالت لهم راجلي اختفى ولدي اختفى، وهي اللي فناتهم ودفنتهم في الدار
وخواف خبارو. علاش قلت لكم هذه الهضره اخوتي المغاربه؟ حيت ما يمكنش جوج ديال الخواتات كيسكنوا في بيت واحد ووحده ما كتسيق الخبر لوحده شنو كدير، وهما في بيت فيه 3 متر على 3 متر. وكان كان مريم ما عندها علاقه بالفلوس، نقدروا نقولوا بان ما عندها علاقه بالقضيه ديال اختها خديجه، ولكن منين مريم مشات تسلف 100000 ريال من الحاجه، اذا هذا دليل كافي وشافي ومادي ان مريم عندها واحد الشويه ديال العلاقه، وخا نقولوا 50% مع داك الشيء اللي دارت خديجه، حيت خديجه اللي تقدر تكون ضغطات عليها تقول لها سلفي ليا، سيري انت سلفي مجي انا نسلف مجي باش نجمعوا داك المبلغ الخيالي الذي يفوق 20 مليون. مريم مشات كتسلف حتى هي الفلوس وكتقول لك انا مثلا ما عرفاش اختي شنو دارت، ما عرفهاش فين هي، واش داك تسلفي 100000 ريال انت من الحجه؟ اشنو غادي ديري ب 100000 ريال؟ الدوله الوحيده في الاتحاد الاوروبي اللي تقدر خديجه انها تحرق ليها وهي ايطاليا. علاش؟ حيت خوها كاين تما وقال لك بان خوها وعدها بشي كونطرا، وحيت خوها هو اللي غادي ينقذها من الزناقي. الا مشات لايطاليا غتلقى فين تنعس. ايطاليا وهو البلد الوحيد اللي يقدر يضمن الاستقرار لخديجه حيت خوها تما ما غاديش تنعس في الزناقي. لذا انا كنطلب من المغاربه اللي كيسكنوا في المدينه اللي كيسكن فيها الاخ ديال خديجه يكونوا فاطنين يردوا البال تما، ما ربما تبان لهم، لان خديجه الا حرقت البرا غادي تحيد الفولار، خص يعقلوا عليها لان ما غتبقاش بالفولار، حيت الا بقات بالفولار غيعقلوا عليها الناس، غتضطر انها تحيد الفولار. خص الناس يمشيو للمدينه اللي كيسكن فيها الاخ ديال خديجه ويردوا البال في دوك الوزينات اللي تما، حيت وعدها بكونطرا في الوزين الشكلاط. وخص الشرطه الايطاليه تمشي لذاك الوزين ديال الشكلاط اللي قالت خديجه وتسول الباترون على الكونترات اللي عنده، ويسولوا في داك لا ريجيون كلها اللي كيسكن فيها خوها الوزينات اللي تما وكذا، ويبحثوا مزيان، ربما تكون عندها شي كونطرا في شي وزين تما. كل هادو احتمالات كنقولهم، ولكن ربما يقدروا يكون هذا الشيء هذا اللي كنقول لكم يكون صحيح. واحد القضيه اخرى ما رديتولهاش البال اخوتي المغاربه، الصحفي يوسف النزيه الذي اكن له كل الاحترام من خلال هذا المنبر هذا المتواضع، واللي متبع هذا الملف ديال اكرم على قدم وساق، كنهضر مع واحد المراه. ديك المراه قالت له بان واحد النهار خديجه جات لعندها للدار وجابت اكرم، وحصلت واحد النهار خديجه كتقول لاكرم انا هي امك ماشي ميلودا، انا هي امك. ولكن ديك الهضره ما خداتهاش بعين الاعتبار، حيت ما دات ما جابت في ديك الهضره هذيك، حتى مشى اكرم عاد رجعت سنتها اللور وتفكرت. خصكم تعرفوا اخوتي المغاربه ان احنا في المغرب عندنا ديك الثقافه ديال الرضاعه، اخويا من الرضاعه، هذاك راه اخويا من الرضاعه، حيت كاين شي مراه كتولد وحده كتربي، مش حال من مراه ما كتكونش كتولد مثلا وكتربي شي ولد لمراه اخرى، ولا شي مرا مثلا ما كيكونش عندها الحليب بزاف وكتعطي الولد ديالها واحد المرا مثلا كترضعو لها لواحد المده، منين كيكبر كتكون هذيك بحال امو كيمشي كيزورها وداك الشيء، وداك خو دوك الاولاد ديال ديك المرا كيقول له خويا واختي، خوه من الرضاعه اختي من الرضاعه. عندنا الثقافه في المغرب ديال خويا من الرضاعه اختي من الرضاعه. علاش قلت لكم هذه الهضره اخوتي المغاربه؟ ربما ان خديجه جات هذيك الحاله ديال الانفصام في الشخصيه. واحد المره كتكون خديجه العاديه سيليباتير اللي بنت مازال صغيره، وحالة أخرى كتجيها ديال أن هي ماين أكرم، حيت جلست مع أكرم واحد المدة طويلة وحضرات على عليه فاش خلقت وزات معهم المدة ديال كورونا كلها. أكرم كبر قدام عينيها، يعني ميلودا ولدات أكرم وخديجة هي اللي رباته. خير الكلام ما قل ودل، أظنني أن قلت ما فيه الكفاية، الله يهدي ما خلق الله يهدي الجميع، وكنتمنى من الله عز وجل أن الطفل أكرم مسكين يرجع لأحضان ديال الوالدين ديالو سالم غانم يا رب العالمين. وللمرة الثانية أخوتي المغاربة كنطلب منكم شي دعوة ديال الخير مع الطفل أكرم، تهزوا يديكم العالي القادر، الله سبحانه وتعالى خالق الكون الجبال المحيطات البحار السماء الأرض، ودعوا مع شي دعوة الخير، الله يرضوا الوالدي سالم غانم يا رب العالمين، لأن الدعوة ديال الجميع مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. كنتمنى ليلة سعيدة للجميع، إلى الحلقة القادمة إن شاء الله الرحمن الرحيم يا رب. آخر ملف طلبات من كتاب درهم السيدة أختها ما كانتش، كانت سيطة نورمالمون أختها ما كانوش عوالي يمشوا في ديك الوقيتة. بين ليلى وضحاها وقيلا صونات على اختها قالت لها ضروري تمشي اليوم في العشيه جات عندنا غنمشي، قالت لها علاش غتمشي مريم كنت ما كنتيش عوالك كنتي دايره مع شي سيده تنقلي في الباك مات الباك المهم تيدوزوا الباك، قالت لي لا راه خويا راه عيط ليا بغى يجلس معايا شويه وهذه وهذه غنمشي. السيده مشات صيفطات اختها قبل منها، من موراها هي جات طلباتني الفلوس.